طبعا شهدت في محافظة الأنبار يوم البارحة طبعا يعني مجيء سفير الإيراني إلى محافظة الأنبار وتحديدا إلى قبيلة أو عشيرة يعني البعلي الجاسم تقع في منطقة جزيرة الرمادي، وطبعا استقبله بعض شيوخ عشائر الأنبار في تلك المنطقة. إضافة إلى ذلك طبعا هناك استياء شعبي وعشائري من يعني مجيء السفير الإيراني إلى محافظة الأنبار. كان يعني حسب قولهم من المقترب أن يذهب إلى الحكومة المحلية ومن ثم يتوجه إلى بقية العشرة وغيرها. هذا الأمر طبعا لاقى استهجان للشارع الأنباري بشكل كبير جدا، وعلى المفترض اليوم يكون طبعا يعني مؤتمر عشائري كبير موسع يضم جميع العشائر الأنباريه في محافظه الأنبار من اجل ربما رفض يعني مجيء هذه الشخصيات الى محافظه الأنبار. حسب قول يعني الذين اكدوا انه سيكون مؤتمر هذا اليوم، الجميع هنا في المحافظه دعواته ترتفع الى يعني عدم التدخلات بالشأن الأنباري، خصوصا ان محافظة الأنبار نالت الكثير من يعني الدمار وأيضا الخراب نتيجة إبان سيطرة داعش، والآن تشهد يعني استقرار أمني ملحوظ على المستوى، يعني يطمحون إلى عدم التدخلات الخارجية في محافظة الأنبار. هذا ما يقوله الشارع الأنباري والعشائري في المحافظة، لكن هناك أيضا يقابله أيضا يعني دعوات إلى ضرورة التوجه إلى الحكومة.